أحسن الله إليكم. ناخذ اتصال خالد من مكة، تفضل يا خالد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم يا شيخ. وفيك. يا شيخ الله يحفظك، عندنا شابة يمنية مع أهلها أخذوا عمرة في رمضان، وكرروا العمرة في أكثر من مرة في نفس رمضان هذا العام، وفي شوال أخذوا عمرة وجاتها الدورة. طبعا استمرت معها الدورة إلى موعد سفرهم، وما استطاعت انها تتمها، وسافرت الى اليمن، والان تسال ماذا عليها تجب، بالرغم ان العمره عن خالتها متوفيه. ما دام احرمت بالعمره يجب عليها اداؤها، واذا اصابها الحيض تنتظر ويجلس معها محرمها حتى تنتهي حيضتها وتغتسل ثم تؤدي العمره. قوله صلى الله عليه وسلم لما حاضت صفيه: احابستنا هي؟ قالوا: إنها قد أفاضت يا رسول الله. قال: إذن فانفري. وأمر المسلمون، أمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم، أن يكون آخر عهدهم بالبيت، يعني بطواف الوداع، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، فطواف الوداع فقط هو الذي يسقط عنها، أما العمرة، أما طواف الإفاضة، السعي، هذا لا يسقط عنها. أركان الحج أو واجبات الحج لا تسقط عنها ما عدا طواف الوداع. واجب عليها البقاء في مكة حتى تطهر وتغتسل وتؤدي عمرتها، ويجلس معها وليها، وهو على أجر ومثاب إن شاء الله. نعم.